أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي دفن فيه رجل صالح في قبلته أو ساحته أو في غرفة بجانبه؟ لا يجوز الصلاة في مسجد على قبر في أي جهة منه، إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم.